بلدي أكيد أكيد شيء مضمون. عسل بلدي أكثر كلمة تتردد عندما تدخل إلى أسواق العسل، فهل هذا العسل أصلي أم أنه مغشوش؟ هل هو بلدي أم مستورد؟ طبعاً هو فيه تفنن في موضوع الغش، تفنن غير طبيعي ولا يخطر في بال أي إنسان. دخلنا إلى دهاليز أسواق العسل وبين جنبات عالم النحل لنكتشف سبل ووسائل الاحتيال في هذا المجال الذي يعد أرضاً خصبة للنصب والاحتيال. الحقيقة يعني تحدثت فيه يعني وكأنك يعني حقيقة نكعت جرح موجود لدى أصحاب هذه المهنة ولدى المجتمع بصفة عامة. الغش طبعا هو لا شك موجود ولا أحد ينكر هذا الجانب إطلاقا. العميل ليس المتضرر الوحيد من عمليات الغش والاحتيال، بل طالت تلك الأضرار النحالين. هذول موجودين وهذول إحنا نعاني منهم حقيقة، بل والمجتمع يعاني منهم. هم أصبحوا يعني مكان أو أماكن خصبة ومسوقين خصبين لموضوع الغش وتسويقه على مستوى كبير جدا. احنا نصيح من موضوع المصانع، نصيح من موضوع اللخبطة اللي الآن حاصلة، الشركات اللي الآن غازية برضو كذلك. احنا نتكلم هذه هي المضرة للمستهلك وللنحال بصفة عامة. طيب احنا في بعض المقاطع تنتشر دائما على طريقة اكتشاف العسل إذا كان أصلي أو لا، بعضهم يقول لك تحطه في منديل، بعضهم يقول اخلطه بماء. الطرق، هل هذه فعلا مجدية لكشف جودة العسل؟ هو تعددت الطرق اللي ينادى فيها، لكن كل الطرق هذه غير صحيحة ولا نعترف فيها نحن كنحالين أبدا وكأصحاب مهن. ننقل النحل مثلا من مكان لمكان ويجي تكلفة وذي، ولما أتفاجأ حصل مثلا 15 كيلو ينبع ب 300-400 ريال، بينما العسل الأصلي الكيلو حقه ب 300 ريال. ذهبت إلى مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة عسير لفحص جودة العسل والتأكد منها. السلام عليكم. عندي أربع عينات أو أربع أنواع عسل أبغى أختبرها. المعتمد عندنا هنا في المختبر المواصفات القياسية السعودية طبعاً، والحمد لله الآن في وعي وبوجود المختبر هنا. بالنسبة للجانب هذا يعني لاحظنا إن في وعي تام من المواطنين وبوجود وثقة تامة في المختبر، يعني بوجود عدة اختبارات تكشف عن جودة العسل، نوع العسل هل هو مغشوش أو لا. بعدما تم فحص العينات التي اشتريناها من السوق خرجت النتائج. الأولى غير مطابقة بسبب نسبة السكروز، الثانية غير مطابقة بسبب زيادة نسبة مادة HMF، الثالثة مطابقة وممتازة مطابقة للمواصفات، الرابعة غير مطابقة للمواصفات بسبب قلة نسبة السكريات المختزنة. الغالبية العظمى ممن يشتري العسل يشتريه بقصد العلاج، ولكن مع الغش والاحتيال قد يتحول الدواء إلى داء. محمد الجميري، MBC، أبها.